السلام عليكم ورحمه الله. مسابقه قناه شو تي في، كيف كتشوفوا حنا كندوزوا الان في العماره، العماره اللي قامت في الجريمه البشعه اللي هزت الساكنه، مجموعه ديال الساكنه هنا اللي كيقولوا كما الناس كنعرفوهم، عرفتي الثقيل، الناس لا عمر هذا، عرفتي السيده كيعرفوها، وليداتها كيلعبوا معاها، مظريفه معقوله، الراجل كيبيع الحوايج وكشي حدا هنا في الزوطيه، الناس ما كاين ما يش عليهم لا مشاكل لا والو، كيدخلوا كيهز الموتور ديالو كيديها كتمشي كتخدم كيجي، حتى كيتفاجئوا ليله عاشوره في هذه الجريمه اللي وقعت نهار الاحد، الجريمه البشعه. الساكنه قالت لك حنا ساكنين معاهم في الدار، حتى كيشوفوا كيضربوا في الباب كيخرج في الباب، كيطلوا كيقولوا سحبوا شي حد طالع، كيلقاو رجال الدرك الملكي، حتى كيتفاجئوا شنو وقع. ملي سمعوا الخبر تصدموا، مجموعه ديال الساكنه هنا تصدموا بهذا الخبر، لا يهز الساكنه ديال الحي اليونس هنا بالشلالات، هذه الفاجعه هذه اللي وقعت، والسيده ماتت الله يرحمها، وتم السيد هرب حتى تم الاعتقال ديالو بعماله طاطا. كان تنسيق برجال الدرك الملكي ديال الشلالات ورجال الدرك الملكي ديال القياده الجهويه بمدينه الدار البيضاء. كتشوفوا معنا متابعين، كنشوفوا مجموعه ديال الساكنه هما هنا تفاجئوا، هاد الساكنه تفاجئوا، قال لك ملي سمعنا الخبر الساكنه هما هنا، الناس مزال ما قدروش يهضروا، احنا في الزنقه كنعرفوهم الله عمر هدر، معقولين وليداتها كيلعبوا في الزنقه مع اولادنا بخير، من نهار تزوجوا ما عرفناش سمعنا عليهم شي حاجه، حتى كنتفاجئوا بهذا الخبر هذا اللي هز الساكنه. السر بقى بيناتهم، السلطه الدرك راه كيقوم بالبحث تحت اشراف النيابه العامه المختصه، ونتمنوا شي جاني ياخذ الجزاء ديالو. السيده الله يرحمها، ان لله وانا راجعون، كيبقى هما الوليدات الصغار، الوليدات اللي بقاو مساكن بقاو لا حول ولا قوه الا بالله. الطريقه حسب المعلومات الاوليه هنا لان السيد تناقش هو المراه الزوجه ديالو، الوليدات كانوا كيلعبوا في الشارع تحت، كيلعبوا في الزنقه مع الدراري، دفعها ولا طاحت ماتت، سد عليها بالليل، طلع الوليدات ديالو بات حتى الصباح، وعيط لاختو قال لي اختي جي عندي راني خرجت على حياتي، شويه كتحاول تتصل به اختو ما كيجاوبش، هز هو الوليدات ديالو داهم الاخ ديالو ساكن هنا قريب ليه، واحد الحي اخر قريب ليه هنا في الشلالات، دا الوليدات من تم غبر، وبدا ملي جات الاخت ديالو جات عند رجال الدرك الملكي قالت لهم خويا شنو كاين شنو كاين، بانه اتصل بيا وقال لي خرجت على حياتي، ومن عاد من بعد ما بقاش التليفون ديالو كيجاوب طفى، جاو للدار علموا السيد وكيل النائب وكيل الملك، وتم فتح الباب بالقوه حتى كيلقاو السيده ميته منفوخه. ربطوا اتصال رجال الدرك الملكي بالدرك القضائي على مستوى عالي، القياده العليا ديال الدرك الملكي، وتبعوا الهاتف المكالمات اللي داروا بيناتهم حتى كيتم الاعتقال ديالو في مدينه عماله طاطا. دوز عمل الطاقة. إلى هنا متابعين شو تفكر كتشوفوا معنا، حنا كنتواجدوا هنا في هذا الحي هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف كتشوفوا معنا متابعين شو هاد الساكنة اللي فاقوا على هاد الواقعة هادي، نتمنى الله يصبر العائلة ديالها والله يرحمها، والجاني الله ياخذ الجزاء ديالو، والأسرار بقات بيناتهم، شي لا علم شو وقع. الناس الساكنة علموا رجال الدرك الملكي بأن الريحة بقات كدور في الدار، الريحه ديالهم، رجال الدرك الملكي بالدور ديالهم علموا الجماعه، وتم انتقال الطبيبه ديال الجماعه وموظفين ديال حفظ الصحه باش تنظيف هذا المنزل باش ما تبقاش فيه هذه الريحه. لحظات ان شاء الله دابا غادي يتم اعاده تمشيل الجريمه هنا. الى هنا متابعينا، نشكركم، الى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله، شكرا، الى اللقاء.